هي من باب بلادنا الله يبارك، ماشي دولة قارة، السياحة بامتياز في الجزائر أحسن من العالم كل. كجدة مقرس كما في سطيف. والوجهة الجماعة تفضل تروح المقرس. نمشي ما نحكمش بلاصة. نمشي ندور ديفور يوسف الشهر مع أصحابي هكذا. تتميز الجزائر بوجهات سياحية كثيرة من ولاية الأخرى، بالخصوص فصل الشتاء وين تستقطب الكثير من الجزائريين. في عدد جديد راح نشوفوا آراء المواطنين وين يحبوا يروحوا في هذا الفصل. وشني هما البلايص اللي تحب تروح لهم فصل الشتاء؟ كاينه ترك، المانيا، فرنسا، السياحه فيها بيان. ثاني شني كاين عندك الانجليز، كاين بزاف بلدان انا في راسي. قصدي يعني في الجزائر. في الجزائر تكجدة مقرس كما في سطيف، عندك البحر نشتي نروح ليه في الشتاء. انا ثاني جايه جيج السكيك دا بارتو راسا نفضل البحر. الوجوه السياحيه اللي في الجزائر اللي نحب نروح لها كما الاوراس. اوراس حتى كتب فيها الثلج، تجي مناظر خلابه في الاوراس. تكشتا الشريعه في بديده، جورجرا في تيزي وز وبمي تيزي وز والبويره، مناطق جميله في الجزائر. هي من باب بلادنا الله يبارك، ماشي دوله قاره، السياحه بامتياز في الجزائر احسن من العالم كل. اكيد الله يحفظ لنا بلادنا ان شاء الله وبلاد المسلمين ان شاء الله. راسا نفضل البحر. علاش زعما ما تروحش للبلايص كيما نقولوا مقرس باغ اكزومبل، البلايص الجبال؟ تيني شتي كالم، بحر كالم في الشتاء. نروح انا المقرس، نروح الواد البارد في الشتاء. نروح نمشي ما نحكمش بلاصه، نمشي ندور ديفور يوسف الشهر مع صحابي هكذا. نروح نمشي وشوفي مقرس، مقرس سبيسيال، هذيك سبيسيال، هذيك مقرس هذيك. واد البارد نروحوا لها هكذا بالجمعه هكذا، نروحوا مع صحابي. حنا سكان سطيف، ربي يبارك سطيف الاضاءة بالعليا، مية الكليمه بربي ان شاء الله. والوجهه الجماعه تفضل تروح المقرس، ويروحوا من جهه عين عباسها جهه تروى، البحر مليح بصح سطيف مليحه ربي يبارك. سطيف كي ناسها كي اهلها كي سكانها كي المناظر تاعها، والحمد لله. واهلا وسهلا بكم في سطيف العالي والهضاب العليا مع قناه الهضاب.